كمان انه طبعا هناك التزامات داخليه تجاه الشعب السعودي في خطط تنميه، الى جانب الصراع الدائر في اليمن. من الذي يمول هذا؟ المملكه العربيه السعوديه بدرجه كبيره في هذه الحاله هي المعنيه بهذا. هناك طبعا يعني تحالف عربي موجود، الا انه هذا الصراع بالاضافه الى انخفاض سعر برميل البترول، الى بالاضافه الى اعباء خطط التنميه، هذا لم يتوقف ولم يعني يثني المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وفي الشعب السعودي مطاردين بأنه لابد من دعم مصر. لما بص أنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، عندما ترى هذه الوقفة وهذا الدعم السعودي للاقتصاد المصري، بتجد في هذه الحالة أنه بيبدأ في نوع من الإيه يعني رغبة في المساندة، لأن المملكة العربية السعودية لما تبص لها هتجد في المحافل الدولية، ناخد صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، الدول العربية كلها في كونستيتيونسي واحدة اللي هو دايرة واحدة اللي هو كل الدول العربية. أما المملكة العربية السعودية باعتبار أن هي ثاني أكبر دائن لصندوق النقد الدولي، فيحق لها أن يكون لها مديرها التنفيذي الخاص بها. ولذلك كنا بنجد أثناء تواجدي في صندوق النقد الدولي في القضايا التي تعرض خاصة بالدول العربية وبالذات مصر في هذه الحالة، كان الدعم السعودي دائما بجانب مصر في المحافل الدولية عندما كانت